اخي الكريم، نقولوا باللي احنا بعد كل بعد على هذه الحسابات، احنا كما يقول لك فريق نزيه سبق، وين برهنا النزاهه تاع هذا الفريق، وين كان صعد قبل 4 مباريات قبل نهايه البطوله، وين كانت فرق مهدده بالسقوط، ولعبنا كما يقول لك افون وربحنا كاع لي ماتش تاعنا الحمد لله، اكدنا النزاهه تاعنا. بالنسبه للبلاي اوف ديما نقول باللي الفريق تاعنا لازم يفوز باش ما ندخلوا حتى في حسابات، وحتى واحد ما راح يدير فينا مزيه. هذا كما يقول لك الفريق، اللاعبين كما يقول لك الكره راهي في رجل اللاعبين، نتمنوا ان شاء الله يكونوا حاضرين. وانا نقول من هذا المنبر احنا كما يقول لك فريق نزيه، وحنا نلعبوا كما يقول لك بكل نزاهه وروح رياضيه، وان شاء الله اللي كتبها ربي ان شاء الله مرحبا به.